وباختصار بنكيلي بنك محمود رافدو فايدك تعدل منه كل شيء، تحول منه الفضة وتستقبل عليه وتخلص منه فكاتيرك وتشتري منه وتخلص جميع مشترياتك وتعدل منه اللوحة لأصحابك وتشتري منه كريدي التليفون. عسى كنت وانت عسي حذرامي إطار الشفافية التامة التي تتعامل بها الحكومة في تسيير حالة وباء كورونا. السلام ورحمة الله. أهلا مستجد أكباس حيطكم علمي أخير إنه تم عزل أنا ضارت تعطيني 10,000 حالة مصابين بالفيروس إرجع تعطيني 10,000 أنا أسمع على النبا خليني أسمع على النبا سيد مرضت لك مرد منادمة هنا حنيني يخضر كاس منادمة سكنيش منادمة جارنا عنده البوتيك جاء وطاح لي رصوص قلت لك ما رديت لك تما وشترو الشترو مشاو فوتو كامل طال يا اختي شو انت قبلت يعني انا مقترح ما ري قبرون ما نقدر تخليني نشوف اذا يعطيني 10,000 يا اخي نمشي عنك قالت لي اللي انا وصلت لك انا قاعد ايه شفت انت فاطمه صاحبتي ساكنه حلانة تم تمشتوني قالت بز تحت داست زربوا لي الناس شاكين انها ماتت انا قاعد رامحتيني انت ما نعرف كان اسمع اذاعتك انت ولا انا صنت لي انا قال انت ما يفرقك فيه شفت لها بيعطيها لي الصور خليني نمشي عنك وفاطمه تولي ساكنه تخلت لا الى الله جارتنا ذيك جارتنا ذي اللي حلانة تحت عند بريميوم اسكالية تفيري اغوش فماتشا تخش بريميوم شامبر عبدالوات بيت فماتشا فماروز والله ما تتعي خلاص ساكنة ساكنة تخلى جيت انا اليها قلت لها شو تميت مكر الفم مكر الفم كر الفم ما تكلمت والله عدد يخليك يدار ما يحد اسمع معك إذا ولا اسمع معك ما نمسلم نين جيت هو اللي قال هي خطة مرد قالت لي شنو قالت لي راجل خلعتني سيكن جكر بدفك فاسي لا لا واحد ديسان فاسي كوني لكسي أكوز دي جيميل ني خلو نيوم نيارسي أكوز دي جيميل ما مسلم كارب 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 تبقي تلبار تاكسي ما تحصار تطي غنعي تنشارجي كارب 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 والله قاعد في الدار عندك مشوار تبي راعي تلشارجي كارب 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 تركب وحدك تركب وحدي تعدل همك ما تعيش اللي اكبر راحتك ولا عاد اللي تعدل كونسك وغراضي لانسي لما يقدروا لك ايه كارب زين راح في بالك ملتزمين وانت شبهلك تلشارجي كارب 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 ايه لا قطعا لا نعلم به لي كار أب حمل التطبيق الآن اطلب سيارة من مكانك عن طريق التطبيق والله اتصل على الرقم التالي 28 58 28 58. كار أب كار أب كار أب أنا بايش معاش طاري أخي طلو شايين طلو السلام عليكم سلام عزيز حالك إن شاء الله يا أخي بس الحمد لله شاء الله يا أخي الخير طاري فيكم انتم يا جماعه يا اخي لاباس ازيش طاري ما شاء الله يا اخي لاباس عليك صح الحمد لله تمارك هي تحت لك ذاك النهار كنا مقيلين هم انا طافلات طافلات صحاباتي كل نهارات كانوا مقيلين مال الضرب ما تفخذهم واحده منهم ساكنه قبرت كورونا فيها كورونا الله اكبر الله اكبر وش تسمعوا انا كنت قاعده معهم يا اخي حمد وجاش دورهم سرقت معني معهم معني معهم طلو جايين توما تقولوا جايين يجمعوا خارج واحد وكان شام ساكن دفروت والله يا دم مات 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 حق الله فاهم وش صار يا جماعه يا اخي هذا اللي مات ما تشوف شو فيسبوك تخرس اللي مات اللي دفروت نكتب لكم بار اشو اسمع بكره قلت لك هي السلام عليكم شحال اسمع فكر السلام عليكم تتكلم ايش شنو قول زرك ما تتكلم منادم مات خرجوا على فيسبوك الناس ناشرين رحمة الله علينا وعلي حنسمع فكر في 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 اسمع اسمع فكر هي قلت لك امين اذا قلت لك عدروني خليك لي قوم عدل لي قلت لك الدار زرق لي تسيي زرق ليك دون زرق لي قلت لك دون تيي لك
أنا حاجة لا طيرتي لي واتس والله زين الحين أنا زيت ما قلت لك تمجاورك في الطريق الحين قالوا تمجاورك في الطريق هوالي دب بس أنا ما بيك لا دب أنا قلت لك دب أنا خلي عن التلفون دب أنا قلت لك أنا رقم صوت يا جماعة كان يعقرسوني كان يعقرسوني كان يعقرسوني سنتين ألو خلي 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 أكتب تلفون لا مهم لا مهم حتى الناس كانوا لي شي كبيرو الناس كانوا لي أجريسوني قلت لك شو واحد منهم حاكم موس وإليه عزيزي المواطن هل تجد صعوبة في إيصال أموالك؟ هل يشكل البعد الجغرافي عقبة أمام حركة أموالك؟ هل يساورك أدنى شك في وصول أموالك؟ التضامن تيليكوم عبر شبكتها المنتشرة في ربوع الوطن هي الحل الأمثل. معنا تشعر بالراحة والإطمئنان على أموالك. التضامن تيليكوم رسولك الأسرع والأكثر أمانا. التضامن تيليكوم الوطن بين يديك. التضامن تيليكوم تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. السلام عليكم سي محمد. سي محمد قوم 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 دوما وقت بقى إذا دوما بتجي ملان من الناس ملان من الناس حكموا حكموا مرة واحدة اللي هو كورونا قلت لك آخر أمبولانس يا رافدة مسكينة لي تموت قوم شاب خلص ما راح بدي تمتلات ما تعني على سبت تحت الكورونا شو قال يوم دار دخلوا قوم فوق دار دار دخلوا لصوص وقابلوا تلفوني وقابلوا تلفونك انت مول اللي مشاو بيه ايوا خلينا دار من هنا ما انا نخليك ترقد قوم قوم فوق ما 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 قلت ما قلت ما قلت لا قوم فوق ايش خدي هذه قوم فوق وشفت مليني هذه مجنونه مجنونه مسكينه ماشيه تزاقم على راسها جنت سمحة ما لك راسي لها قوم فوق قوم فوق خرسي لأفير شنو سيكوما اللي المرأة خلي نربي في التلفون يعطي بانديات واحدة في كورونا الله يعمل الشيء يشفيها مولانا خلي نعمل ما نكرقاش يحدث في كورونا قاسي نحن هندوك ما نكرقاش دوك هو مولي داره كاتشها مسيكينة هيرهم واخوينهم ما مخلصين لواس سكي شوي سيكينة شنقال مخلصين مخلصينها؟ لواس 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 اللي هو لواس والله ما أعرف شنو هو خلينا نرجع ما تعطيهم شيء مش تعطيهم شيء طيب ما تعطيهم شيء أنت مشترك عشرت لك ما تعطيهم إيران نعطيهم شيء خلينا نرجع ما مخليك ترقد رقاد ما خارج شو بس رقاد ما خارج هاي تعب صيب هاي صيب قاعد نبقى نقولكم هين نقولوا له لأن نبقى نقول له لا تكلم 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 لا نتكلم حتى في كان من في وقت كل يوم ديوه أكن يوم نبني كنا كذي خول في أنا إذا ما نعرف شنو هو لصوص لكم ما قبروا تلفوني قبروا تلفوني هو وقع ما قاعد هانت في ذي النادي العيال ما خلات نسمع إذا على شيء لما قبض باطو السادة باطبيه العشرة أما ما أقول بعد اصطاح بعد ما يحصل لنا ما لقاش نتكلي هنا تين السلام عليكم السلام عليكم قلت خلني قلت معك قلت خلني قلت معك أخوي تمالك مشكلتي إين قالها أمي قلت لك شقلت ونقص منها أقل شيء شقلتي قلت نخلص منها راتب شهر نقص منها بيا تلفن لي بطرون يحس الموتى وشكوى إني قاع في بوات قال لي قاع حس وزير بوات كا لا تسمح لنا كونترا وخصو شيء بيا لا أمي لا 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 ما خلاتي نسمع إذا أنت تقولي شاتك لا حول ولا قوة مش السلام عليكم يا جماعة وين هي بصمنا اشطاري شو ماسي الصبح خالق انت خسرتي لا تفوتكم لا تفوتكم لا تفوتكم شو ماسي قلت لك عت هوين يفقعني كل شيء يفقعني الرد يفقعني عاد كي العيوان اقدر انا قاعد اشوف شو لا تسكت زاد الشعسع والله في بنش رد رد ضد الكورونا يعالج مشاكل المجتمع قالوا